السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جايب لكم بهذا الجو الحلو، ثلج نازل، افركم بهذا المكان. يلا تعالوا نتونس، امشوا شوفوا الطبيعة. طبعا هذه بحيرة، بحيرة يعني جامدة، بعدها ما جامدة كلش، بس انه بدأت تجمد. بطال دي سبحان الابن ذني ما هاجران باقيات هنا. هاي الصفحة تقريبا شوية اكثر جامدة، شوفوا هذا بيت مع الشجرة مع الناس باني، هم باني. هاي شوفوا الاثار هنا، الناس طبعا الصبح يطلعون يركضون يلعبون رياضة يمشون. اسمع صوت الثلج من تمشي شلون يطقطق جوا رجلك. شوف دني دني مكانات اللي تشوفون هيك صايره، هاي السمك يحاول يعني يصعد، يعني شلون ياكل يضرب بالثلج وينزل. كلش حلو الثلج. طبعا درجة الحرارة هنا يعني مو كلش منخفضة، او انه من تعيشون بالمناطق الشمالية ورا فترة راح تتعلمون على الجو، يعني تعرفون شنو نوع الملابس اللي تشتروه، شنو الشغلات اللي تحتاجون تلبسوها من تطلعون بالثلج. مثلا انا شوف بلا شوف يعني مو كلش باردة، البردة هنا مالتهم ما يأذي هالقد الا اذا تنزل درجات الحرارة. شوف هاي الاشجار يعني يعلقون عليها شغلات تذكارية. احنا ما نريد نروح مناك، مناك شوية هوسة على نفس الطريقة اللي تمشي بيها الاثار. شوف هاي هنا كلها اشجار مصاطب يقعدون بها شتاء صيف، الناس يعني عادي ما عندهم هنا فرق. هاي على انواع ال، طبعا هذا المكان قريب على مدرسة، فيجيبون الاطفال يتعلمون على الشغلات اللي الحشرات اللي موجودة هنا، لان هنا محاولين يخلوها يسووها بيوت للنحل. هذه طبعا هاي المناطق بيها غزلان، بيها ما هذا مثل الثعلب موجودة هنا اكو عادي، هذني يسموهن الواوية، ما اعرف شو اسمه هنا، هم يسموه غير اسم يسموه. اسمع صوت الجهاد اللي يلعبون يزحلقون بالثلج. هاي الخريطة مال المكان، شوف المنظر. أنا هذا المنظر كلش يعجبني، من تصير الثلج على الأغصان وعلى الأشجار. يعني سبحان الله الأشجار من تبدي تخضر منظرها كلش حلو، من تصير خضرة بعدين من يجي الخريف تصير كلش حلوة، الألوان مال الورق يصير كلش حلو، ومن يصير الشتاء وينزل عليها ثلج هيجي يصير بعد احلى. شوف المنظر. نحتاج درون حتى نشوفها من فوق. بني ما يبسم، بني يبقى خضرات. في اثار يمكن مال ال شو اسمه ارانب على هن الدنيا، قلت لكم غزلان. ما شفنا غزال، حرامات
هيك مرة قطيع كامل كان موجود، ما لحقت اصفره. اكو طريق منا واكو طريق منا، وين نروح احنا؟ شو تقولون؟ نروح منا؟ نروح منا؟ نروح منا؟ شوف شكو. شو رأيكم الجمال والهدوء، كمية الثلج؟ أمزين هنا ماكو دبابة، كان صارت الحياة رهيبة. هاي السياج، هنا وصلنا سياج المدرسة. والله هذا زين، بعد ما يجري هنا ما يبقى جامد، يمكن لين دي يجري ما ادري. هنا البحيرات متصلات واحدة بالاخ بيناتهم، مثل هيك شيء من خلال هيك شيء. هنا دائما الجهال يلعبون. شوف ضال دي يزحلقون، مبينين عندكم. منظر سبحان الله، شوف جهال يجيبون السلايد مالتهم يجون يلعبون يزحلقون، كلش حلو. حلو واحد يتمشى بالثلج، هو نقي. مرات أشجار توقع من العواصف، شلون هذي؟
شوف هذا الاثر، هذا مال هذا اي يسموه عيل، هذا الغزال الكبير. يعني المنطقة يتواجدن بيها بكثرة، بس حرامات ما شفنا ولا واحد ليه هسه. هذني مال هذني الغزلان الصغار، شوف الأثر مالته هيجي الحافر. من يمكن أرانب هنا، عبالي اشوفكم اليوم. حرامات ماكو، ما ادري وين اروحن، ولا هي المنطقة كلش كبيرة يعني. البحيرة طبعا بالصيف يعني يجون الناس يصيد بيها سمك، حتى بالشتاء يجون يصيدون بيها سمك، بس بيها سمك صغار ما بيها سمك كبار. شو رأيكم؟ الو با هاي واحده خضره، طبعا اكيد اكو زرع جوا. شوف يا حيوانات تاكل من عنده بعد اخضر يعني. هاي البحيره من ناحيه مبينه، اقرب لكم اياها تشوفوها. هاي طبعا حتى ذيك هناك يعني. هذا الزرع طالع بنصها، هذا الجسر اللي عبرنا منه. أشجار كلها مغطيها الثلج، شوف الحمد لله والشكر يا رب، فضل ونعمة من الله. سبحان الله، شو رأيكم بالفيديو؟ حلو؟ اتمنى يعني استمتعتوا بهاي المناظر الحلوه، وطبعا يعني من هذا المكان الجميل. الله ينصر اخواننا بالسودان وفلسطين، ادعوا لهم يعني يحتاجون دعائكم، واشوفكم بالفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.